رجعنا مكملين مع بعضنا الجزء الثاني من حلقتنا اليوم من الام 9، وانا سعيده برشا برشا اللي رجعت بحضرنا بعد غياب طويل، وانا نلوم عليها والساده المشاهدين يلوموا عليك. منال خبيره الابراج منوله. بونجور صفاء. صفاء الحمد لله. شحوالك لاباس؟ ما عادش تغيب؟ لا ما عادش نغيب، ما عادش نغيب بقدرة ربي. وعد هذا ان شاء الله بقدرة ربي، بقدرة ربي وبقدرة الإله. ان شاء الله شهركم الناس الكل مبروك سعيد يا ربي، وان شاء الله تلقاو فيه برشا خير وبرشا تفاؤل وبرشا امل وبرشا رزق وصحة ابدان ان شاء الله يا ربي. حاجة اهم هي حاجة هي صحة الابدان، اهم حاجة اللي هي قبل الرزق وقبل كل شيء صحة الابدان، انه العبد بالحق صافي يكون يعني اون بون سونتي واحد، دونك هذيك اهم حاجة. وراحة البال زاد، وراحة البال ما ننساوهاش، راحة البال خاطر راحة البال ساعات عندها دخل كبير في راحة الابدان، في راحة البدن. صحيح. دونك ان شاء الله تسمعوا منا كان الاخبار الباهيه والاخبار الطيبه الساره والطيبه زي كالعاده. انا باش نتعذب معاك منالي، نوصل برج الحوت في الاخر. ومسك الختام، الله غالب الله غالب. نحكي لك حكايه ديما، حتى عندي صاحبتي مقربين مني ديما يقولوا لي امانك علاش تبداش برج الحوت الاول في بلاصه برج الحمل؟ اي عليه نقول لهم الله غالب، هو الترتيب هكا صبر، خاطر صبر نصبر ايوب، احنا الحوت رانا صبورين، صبر قريب يوم صبر ايوب. صبر ايوب الشهر هذايا منوله نبدا ونقولوا احنا شهر ولا اسبوع ولا لا؟ بالشهر بالشهر بالشهر. دونك للاسف سيد المشاهدين خاطر عندي شويه التزامات، دونك مريره في الشهر جيمي اهو مريره في الشهر. نتقابلوا ان شاء الله، نعطيكم شو فما شو فماش، والتوفيق من عند ربي ان شاء الله، وبيعلم بالغيب كان ربي بيان سور. صاحب هدف مهم برشا يا صفي الشهر هذا، الا وهو انه الزهره كوكب فينوس اللي هو كوكب الحب وكوكب الحظوظ والسعد، باش يخرج من برج الدلو ويدخل البرج الحوت اللي هو يا برج كيصفي. يعني باش تكون في وجهها باذن الله. والله يا مرحبا في فيفري هذا، في فيفري هاي بي في لا هو من 26 فيفري جانفي ديجا، يعني ديجا صحيتك وباش يقعد جوسكا لو 20 فيفري. دونك طاقه كبيره برشا، البرشا أبراج يعني الأبراج الكل بدون استثناء، خاصة الأبراج اللي طلعهم حوت هما اللي باش يكونوا أوفر حظا، كما السرطان القوس الثور الميزان الجدي، يعني فترة ذهبية بامتياز بإذن الله قدرة ربي. الحمد لله قدرة ربي. دونك برشا ناس بإذن الله باش يخرجوا من عنق الزجاجة، حتى نفسيتهم باش تتفرهد، الأمور المادية باش تتفرهد، فما برشا علاقات، فما برشا مقابلات، فما برشا أمبيونس، فما فلوس فما فلوس فلوس بقدرة ربي قدرة ربي بقدرة ربي فما بقى يسخطوا فلوس، خاطر شو بالحق بالفلوس، شو هي الفلوس كماليات، لكن الكماليات المال والبنون زينة حياة الدنيا ولا شك. يا حبيبتي صفي نبداو برج الحمل، البرج الحنون، البرج الوديع، الزهره في بيتك الثاني عشر يا حمل، يعني باش يكون عندك حمايه كيما نقولوا بروتيج، الزهره باش تعمل لك بروتيج ودعم، خاصه انه فما فرص نتاع خدمه جديده باش تتلقاها او تسعى لها الفتره هذه، وتفتح لك ابواب التعارف والعلاقات المهمه، بالاخص اللي يخدموا في العلاقات العامه وعندهم برشا تحركات او تنقلات بحكم خدمتهم، باش يكونوا مؤثرين برشا، يعني باش تكون عندكم كاريزما اكثر من اللازم. وبرج الحمل فما برشا مواليد برج الحمل معروفين ما شاء الله عندهم طريقه تاثيريه في الناس اللي دايرين بهم، في طريقه كلامهم يعرف كيفاش يقدم المعلومات كمام للعبد اللي قدامه. ونتعداو عاطفيا، بما انه الزهره في الحوت هذا يعني انه بعض مواليد برج الحمل ممكن ياسر يعيشوا علاقه حب بالسر او لقاء بالسر، معناها نون ديكلاري نون ديكلاري. دونك رد بالك يا حمل، كيما باش تكثر خرجتك مع الاصحاب يا حمل، والمقابلات اي والمقابلات والطلوع والدخول والخروج، دونك بالتوفيق ليكم. اما بتاريخ 20/2 مع انتقال المريخ الى برج الجوزاء، باش تكون محتاج انك تتواصل مع الشريك اكثر، لانك ممكن تتعدى بشويه تقلبات في المزاج نتاعك، فكن حذر، المريخ باش يلعب دوره معاك عاطفيا، دونك رد بالك. وبالتوفيق ليك. ونتعداو البرج الثور، البرج الترابي. الثور بسم الله ما شاء الله يا اخت صفي من اكثر الابراج حظا، واللي بالحق باش يحسوا بالهدوء والانفراجات، خاصه انه الزهره في بيت الشعبيه والدعم والأصدقاء، لذلك حضر روحك يا ثور، البرشة أخبار حلوة ومفاجآت وحتى هدايا تكون قيمة وثمينة، كيما فما لقاء مع إنسان غالي وعزيز عليك برشا 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 برشا، عندك يعني فترة طويلة أنت ما يعني ما قابلتوش ما تكلمتوش ما حكيتوش،
وما شفتوش، والمقابله هذيا باش تصير ان شاء الله وباش تفرحك برشا. فرصه كذلك لحل قضايا متعلقه بالسكن او باحد العقارات، دونك ان شاء الله ربي يسهل لكم يا ربي. عاطفيا ممكن ياسر علاقة صديقة يا ثور باش تتحول الحب في حياتك من دون سابق انذار، والامور تتقلب الامر جدي، دونك ربي يسهل لكم. اما المتزوجين في اول ايام الشهر الجو باش يكون رومانسي وفما هدايا وطلعات مع الشريك، اما في اخر الشهر حذاري، الزهرة باش تشكل زاوية سلبية مع اورانيوس في برج الثور وزحل في برج الدلو، بما يخلي العلاقة متوترة شوية، دونك ما تنتقدش الشريك، نقص من الانتقادات نتاعك، خاطر الثور هكا ديما ناقد هو صحيتك، يحبي صحيتك يركز، هاو صبرتك ندرى شنو هاو مريولك، شبيك تتكلم هكاكا؟ ليه عزيزتي ما تاكلش هكاكا؟ دونك الشريك ينجم يتوتر، ينجم يتقلق، خاصة رجال برج الثور، ينجم الشريك نتاعك يعني يتقلق يتوتر، دونك يصير نوع نتاع تشنج وشوية نتاع هكا مشاكل، دونك هدي روحك صحيتك، هدي روحك وتجنب المشاكل معاه. ونتعداو لبرج الجوزاء، البرج الهوائي يا أخت صفاء، أنت تحت المجهر يعني الزهرة قاعدة تضوي عليك ما شاء الله، كاريزما، عندك حضور محليه يا جوزاء، ومع الزهرة اللي باش تضوي عليك دونك باش يولي عندك كيما نقولوا احنا طاقة الجذب نتاعك والجاذبية نتاعك ما شاء الله ممتازة وعالية جدا، وباش تخليك في أبهى حلة. البعض باش يكون عنده ترقية في خدمته، والبعض باش يكون عنده منصب زيادة أو ممكن شهرة أو الالتقاء بأشخاص مهمين أو مشهورين، لكن يلزمك تثبت نفسك كيما زيدا فما اللي مستنيين امتحان او اختبار او ريزولتا نتاع حاجه عندهم اخبار ساره برشا، هذا بالنسبه لمواليد برج الجوزاء. وكيف كيف باب العلاقات باش تفتح قدامك يا جوزاء، وزيارات لاماكن جديده، نبتون في بيت العمل الحوت، وهذا ما يشكل زوايا متناغمه مع المريخ وبلوتو، يعني مساعي مريحه باش تجيب لك الفلوس بقدره ربي. حتى اللي مش راضي بالخدمه نتاعو فما فرصه نتاع خدمه جديده وباجر احسن واجر مرتفع، بالتوفيق لكم يا جوزاء ان شاء الله يا ربي. باش يكونوا ملتفين بيك الفتره هذه، خاصه في اخر ايام الشهر مع 26 يدخل كوكب الحاكم عطارد البرج الميزان، وهو بيت الحب عندك، وهذا اللي باش يلفت انتباهك لشخص مميز ينجم يكون مشهور او ذو نفوذ. وتوا يا صفي باش نتعداو لبرج السرطان، البرج المائي والبرج العائلي، الامور توا بقدره ربي باش تبدا تتحرك عندك يا سرطان، خاصه انكم في الفتره اللي فاتت عانيتوا برشا من التاخير والتعطيل في معظم اموركم، يعني كنتم كركبين شوية. الفترة هذه الحظ باش يكون حليفكم، اللي مستني صفر عنده صفر بحكم انه الزهرة في بيت الصفر، دونك ابواب الصفر باذن الله باش تتحل وباش تتحسن، خاصة حتى اللي يعني يشتغلوا في التنقلات الداخلية، دونك باش يكون عندهم برشا تحركات وبرشا تنقلات، واللي في باله حاجة باش يشريها زيادة ومستغليها الفترة اللي فاتت حتى في باله قاعدة هكا شهيوة في قليبه، قدرة ربي الشهر هذا باش يتمكن انه هو يشريها ويتحصل عليها. وانتم زيدا فما مقابلة مع شخص عندكم فترة طويلة برشا زيدا ما شفتوهوش، وباش تفرحوا برشا باللقاء هذا. أما ماليا باش تصبح القضايا المالية من أولوياتك الأولى، يعني قروض، ضرائب، تحويلات، ميراث، الفترة هذه مناسبة جدا لتطوير الخطط المالية وتسديد الديون المتراكمة اللي عندك يا سرطان. وشهر مهم جدا للي يخدموا في الاستيراد والتصدير، لأنه باش يكون فما بارتاج نتاع خدمة مع مؤسسات جديدة، وبالتوفيق ليكم. أما عاطفيا كوكب الزهرة موجود في برجك حتى يوم 11 في الشهر، ويثلث نبتون في برج الحوت، ومن بعد يقابل بلوتو في برج الجدي بين الشراكة والزواج، وهذا اللي باش يخليك في أبهى حلة بإذن الله، وطاقة الجذب عندك زادة كيف كيف عالية كيف كيف الجوزاء. ومع هذا تعامل بحكمة مع الشريك، خاصة في أيام 7 8 9 باش ما تتكثرش المشاكل معاه وما تولدش المشاكل معاه، وكان صرف خليه يصرف بيان سور، ما تحاسبوش على المصروف، تو ربي سبحانه بعد يعوض عليك يا سرطان. أما العازبين فالقمر يكتمل بإذن الله يوم 12 2 في برج
الدلو، وهذا اللي باش يخليك تدخل في علاقه جديه ومميزه شويه، يعني باش تكون تك تك سريعه. دونك بالتوفيق ليك يا سرطان، خاطر السرطان من اكثر الابراج اللي بالحق صافي ساعات الحب يجيهم فجاه، ما يحبوش لكن كي يدز الباب تفوت دونك تلقاه طايح بكله يا اختي، واي لاف يو الدنيا كلها قلوب قلوب. دونك بالتوفيق ليك يا سرطان. ونتعداو البرج الملك وبرج الملوك، وتحيه لبرج الاسد. المال هو عنوان الفتره هذه يا اسد. الزهره في برج الحوت يعني في موقع المال، كانت في الدلو تواجهك، فما حسم امور ماليه والدخول في شراكات جديده، وحتى اللي مستنيين قضايا ماليه كيما تعويض نتاع خدمه مثلا انت خرجت منها، والا تعويض نتاع حاجه انت قاعد تستنى فيها، او ميراث، فما ارباح ماليه يعني داخلت لك ان شاء الله باذن الله. والمشتري في برج الحمل زاده باش يلعب دوره ويدعمك لتحقيق نجاح كبير في خدمتك، خصوصا مع شركاء جدد، وفما فرصه لاقامه اتصالات مثمره مع اشخاص من مدن او من دول اخرى. عاطفيا الشمس في برجك والزهره كوكب الحب والمال زاده، وشكله زاويه جميله مع المشتري في الحمل، وهذا ما يخلي نجمك ساطع وطاقة الجذب عندك قوية، ويعزز من علاقتك بالشريك، وتفكر حتى في السفر معاه أو أنك تتقابل معاه هكي في بلاد أخرى. دونك إن شاء الله ربي يسهل لكم أو تاخذ القرار مفاجئ بالزواج. أما المتزوجين تراجع زحل في برج الدلو، بيت الشراكة والزواج، وباش يتم تعزيز طاقة زحل من خلال المربع السلبي الأورانيوس في برج الثور، يعني ينجم يعمل شوية جدل ومشاحنات مع الشريك بسبب الغيرة والشك. دونك حاول انك تهدي روحك يا اسد. ومعروفين الاسد اللي هما ياسر يغيروا على العباد اللي موجودين في حياتهم، العزيز عليهم، مش حتى كان شريك حياته، راه ينجم يغير على امه، على بنته، على عبد مقرب منه، خاصة مواليد شهر 7. ردوا بالكم من المشاحنات مع الشريك، وبالتوفيق ليكم. برج العذراء البرج الترابي، فترة توقيع العقود، يعني الفترة هذه كلها دي سينياتور، بالتوفيق ليكم، وباش تكون عقود مربحة إن شاء الله، خاصة اللي عندهم شغل مع الخارج وكان متأخر عليهم في تحويل أموال، يعني قاعدين مستنيين فلوس نتاع خدمة هما خدموها مع عباد مش من نفس البلاد نتاعهم، وقاعدين يستناو فك الفلوس هذيك باش تجيهم. بقدرة ربي الفترة هذه فما انفراج. الفترة مناسبة برشا للدخول في مجالات جديدة زادة كيف كيف، والتعامل مع شركاء جدد، لأنه زحل في برج الدلو باش يدعمك في تحقيق نجاحاتك، وممكن يجيك عرض شراكه من شخص خدمته كيما خدمتك، يعني نفس الدومين نتاع الخدمه، لكن باش تدخلوا في حاجه جديده انت ميم با تعرفها ولا ميم با تعاملت فيها قبل، هو اقتراح هكا باش يجيك. وانت ما شاء الله يا عذراء، ديما نقولوا العذراء يفكر بالكدا صافي ويخمم بالكدا ويحسبها بالكدا قبل ما يدخل في اي حاجه. دونك بالتوفيق ليكم. وفما زاده فضل شراكة أو إنهاء عقد مع شريك، كما قلنا في بيت الشراكات، دونك الكلها شراكات الكلها عقود، شهر الكل دي سينياتور، بالتوفيق ليكم، لأنه الزهرة في الحوت يعني بيت الشراكات وبيت اللي قدامك على طول، دونك ما تنجمش تلفت لهكا لهكا، كل شيء باش يجيك موتي بعضه، وبالتوفيق ليك. عاطفيا المتزوجين لازمهم شوية دبلوماسية مع الشريك وتقوية علاقتك به وتجنب المشاكسات يا عذراء، خاصة وخصوصا إذا كان الشريك يخدم معاك في نفس الخدمة متاعك، وإلا متشارك أنت وياه في نفس البروجي، وإلا هو داعمك تيل مونتون نتاع فلوس، دونك ما تحاولش انك تنرفزوا. اما العازبين فما فرحه كبيره زاده كيف كيف مع الشريك اللي معاك، وممكن ياسر اعلان خطوبه او تحديد موعد زواج، وبالتوفيق ليك يا عذراء. ونتعداو لبرج الميزان البرج الهوائي. الزهره بيتك الاساسي في برج الحوت، يعني هذا نجاح وفرح واثبات ثقتك للي دايرين بيك، يعني باش تثبت البريزونس نتاعك باهي، فانت باش تقوى مهنيا ماليا، وحظوظ العمل باش تكون لصالحك، وممكن ياسر باش تهتم بموضوع تمويل المشروع، يعني تنجم تفكر في بانكا باش تدخلها معاك، تفكر في عبد عنده امكانيات اكثر منك باش تزيد تكبر كمام في الخدمه نتاعك، خصوصا انك باش تبدا تجني في ثمار مجهوداتك
نتاع الفترة اللي فاتت. أما اللي يخدموا في المجال الدراسي وكتابة المقالات والحسابات والعمل مع المستندات، الأيام هذه مواتية برشا لتكبير خدمتكم زادة كيف كيف، خصوصا أنه عطارد في برجك في آخر أيام في الشهر، وإن شاء الله أبواب الصفر باش تكون مفتوحة قدامك كيف كيف. عاطفيا المريخ في برج الثور حتى نهار 20/2، وهذا ما يخليك تهتم بالحب وبالمال زوز مع بعضهم، كيما فما علاقة شغل باش تتحول إلى حب. دونك بالتوفيق ليك. المتزوجين خليك حذر في اخر ايام في الشهر، وقت ما يشكل زحل في برج الدلو بيت الحب مقابله مع كوكب الزهره في برج الاسد بيت الصداقه، هناك احتمال تدخل صديق او صديقه في حياتك الشخصيه، والتدخل هذا ينجم يخلق توتر في علاقتك بالشريك. دونك ما تحاول تتجنب اي حد انه يتدخل في العلاقه باش ما تتعكرش الامور شويه. ونتعداو البرج العقرب، البرج المائي، البرج الحنين. عبور الشمس والزهره في برج الاسد بيت المهنه اللي باش يزيدك في النشاط في خدمتك وفرص الارتقاء. اما مواليد شهر نوفمبر الشهر هذا فما تغيير في علاقتك العمليه وانهاء شراكات قديمه والدخول في مرحله شراكات جديده، وممكن تضطر لدراسه شيء جديد خاص بالعمل لتطوير ذاتك، وخاصه انه العقرب خصوصا يا صفية نساء العقرب معروفين انه هما يحبوا ياسر يطوروا من ذاتهم، يطوروا من افكارهم، يحبوا ديما كل ما هو جديد في عالم العلم وعالم أعمال. دونك يحبوا ديما حاجات جديده، دونك باش معظم النساء مواليد برج العقرب باش يقراوا حاجه جديده، بتدخل فورماسيون فازا باش يقراوها باش يطوروا بها من روحهم. اما اللي خدمتهم فيها مبيعات والتواصل والسفر عندهم فرص كسب مالي خاصه في النصف الثاني من الشهر، يعني ابتداء من النصف الثاني من شهر فيفري. يوم 20/2 يدخل كوكب المريخ إلى برج الجوزاء، وممكن تبدأ تحل في قضايا متعلقة بقرض أو فواتير أو إيجار أو سكن أو سيارة أو حتى تليفون. دونك بالتوفيق ليك. عاطفيا عودة إكس بطريقة مفاجئة يا عقرب واعتذار، وممكن ياسر يتكلم معك في ارتباط رسمي، واحتمال أنه زاد كيف كيف يحب يعلن خطوبة في فترة وجيزة. دونك العقرب فكر مليح قبل ما تاخذ الخطوة متاعك، التوفيق ليك. المتزوجين الفترة هذه اللي يعانيوا من تأخر في الإنجاب باش يهتموا بموضوع طبيب، وعندهم بشرة بإذن الله وربي سبحانه إن شاء الله يوفقكم ويرزقكم. برج القوس، البرج الناري. صفية قاعدة مستني على نار وتستنى بدا بيها تك تك نكملهم هذوما باش نوصل لها للحوت. ما يسالش يا حوتة، شوية صبر صاحبتي. أنا صابرة صبر أيوب، راني أنا صبورية في العالم. والله أنا نعرف، والله أنا نعرف. برج القوس، أنت من أكثر الأبراج حظا بدخول الزهر للحوت، يعني بعقل دارك يا قوس. اهتمامات بيتية عائلية، فرحة في لأحد أفراد العائلة، ممكن خطوبة أو زواج، وبشرة باستقرار وشفاك كذلك أحد أفراد العائلة، يعني ينجم يكون بوك، خوك، صغيرك، مرتك، حد قريب منك برشا في العائلة وعانى مسيكن وتعب مسيكن البيريود اللي فاتت من مرض دواء عالج. إن شاء الله بإذن الله فما بشرة بالشفاء وبالانفراج بقدرة ربي. الوقت مناسب جدا إذا أنت تفكر في السفر أو تغيير مكان سكنتك يا قوس. أما اللي يخدموا في المجال العقاري الشهر هذا مناسب جدا للبيع والشراء، يعني الكوميرس 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 باش يمشي معاك، أو حتى اللي يفكروا باش يبيعوا عقار هما زادة كيف كيف وراكد العقار وما لقاوش فيه السوم نتاعو، ولا ما تبيعش نقص في أوراق وإلا نقص في حاجة. دونك الشهر هذا بإذن الله السميع فما بشرة وفما بيوع وفما دخل مالي باش يدخل لكم. لكن من تاريخ 4 حتى لنهار 26 عطارد في برج العذراء، وهذا اللي باش يخلي اتصالاتك تكثر. دونك خليك مركز على التفاصيل الصغيره يا قوس، على خاطرها هي اللي تنجم تعمل فرق كبير في خدمتك وفي معاملاتك مع العباد، خاصه انه كوكب اورانيوس والمريخ في برج الثور، مما يخلي الاحداث تتسارع لدرجه انك ما تنجمش تواكب كل شيء. دونك كل شيء باش يصير لك تك تك ورا بعضه. دونك خليك مركز في البتيتاي اللي هما صحيتك اللي التفاصيل الصغيرة، التفاصيل الصغيرة هي اللي تنجم تنقذ بها المواقف الكبيرة. أما اكتمال القمر في برج الدلو ممكن يعمل لك خيبة أمل مع شخص مش باش يوفي بالوعد معاك. دونك ركز في العباد وفي الانتوغاج وما تعطيش الثقة للناس الكل. 20/2 ينتقل المريخ إلى الجوزاء بيت الشركات، ويمنحك فرص تكوين شركات مريحة إن شاء الله ومربحة بإذن الله. عاطفيا العازبين حاولوا ما تسرعوش الفترة هذه في الدخول في علاقة
لأنه ينجم يكون فما مخاطرة في اتخاذ قرار. أما المتزوجين واللي عندهم أحد أبنائهم كما نقولوا احنا ناويين باش يبعثوه يقرأ لبرا، الماديات ما تسمحش، ظروف وإلا الفاك ما وافقتلوش ولا حاجة، فما بشرى بإذن الله الفترة هذية وبالتوفيق ليكم. ونمروا البرج الجدي، البرج الترابي، شمسك بالدلو يعني بيت المال، فأنت زعيم الأموال يا جدي الفترة هذه، وزيد الزهرة دخلت في بيت العلاقات، فأنت الملك روا أختي، صحة لي. وباش يكون عندك اتصالات مفيدة ومقابلات مربحة، أخبار مالية بحتة، لكن خليك مركز على المشاريع المشتركة والتعامل مع ناس أكفاء، لأنه باش يكون فما مكاسب غير متوقعة. مشاريع مشتركة يعني البارتاج في الخدمة متاعك مع برشا ناس، حاول لو ماكسيموم انك انت ما تخدمش خدمتك الكل وحدك باش ما تقلش نسبة التركيز عندك. وكيف كيف حاول انك تختار عباد بالحق اكفاء، انهم هما انك انت تنجم بلتو تعمل عليهم في خدمتك. ممكن تاخذ قرارات جريئة والدخول في مجالات جديدة كذلك يا جدي، حاول تكون افكارك مدروسة وتجنب الانفاق من اجل ارضاء الاخرين، خاطر الجدي ما شاء الله يبدا عنده راه ما يشدش على حتى حد، وباش يرضيك ينجم يخولك اللي انت تحب عليه، فهمت؟ دونك حاول انك تخبي شوية فلوس خاطر باش تستحقها لفترة أخرى من بعد. ممكن زيدا تصرف فلوس غير متوقعة على تحسين مسكن أو على أحد أفراد العائلة، ينجم يطلب منك تيلمونتون، دونك حافظ شوية على سوارديك هذاك. هاو عاطفيا حاول أنك تعاود نظر في فلسفة حياتك العاطفية، لأنه من الممكن حدوث أحداث غير متوقعة ليك يا جدي الفترة هذه، خاصة إذا قابلت شخص جديد على طريق أصحاب أو إنترنت، يمكن تبدأ قصة حب فجأة وتنتهي فجأة، دونك تك تك كيما بديت كيما وفيت، دونك خليك حذر ومش اي حد انت تنجم تدخله لحياتك. ورد بالك سختو العشريه الثالثه مواليد برج الجدي ينجم يحصل معاهم نوع نتاع ابتزاز نتاع مساج نتاع تصويره نتاع فيديو، دونك رد بالك يا جدي. المتزوجين الزهره في برج الاسد من تاريخ 12/2 باش تخليك مركز على الجانب المالي المشترك مع الشريك، لذلك حاول انك تتعامل معاها بحكمه باش ما تتعكرش الامور يا صافي. وقبل الاخير صافي انت تو لحد ما خلصتش صافي، وقبل الاخير ننتظر في العقل يا صافي. ما يسيلش معناها نحب نرجعوا غدوه نكملوها، مش مشكله. ما يسيلش ليه راه الشهر شي عاد ان شاء الله وقف لا ما صارش شهر، تحب نخلي غدوه مش مشكله. تو نتعداو البرج الدلو، البرج الهوائي، برج العباقره كما يسميوه الناس الكل. الزهره في بيت مالك، فأنت الزعيم الأموال الفترة هذه والفترة القادمة بإذن الله، خاصة للي كانوا يعانيه من تراكم ديون أو مشاريع مش ماشية معاهم أو حتى بطال وما لقاش خدمة، واللي يخدم ومش فرحان بشهريته زيادة كيف كيف، فما انفراج مالي. كيما البعض ممكن يفكروا في اشتراء حاجة غالية، كهرباء، تليفون، دار، لوكال باش يعمل فيه البروجي الحلم نتاع حياته نتاع عمره، دونك الفترة هذه فما برشا فلوس باش تدخل بإذن الله ليه، وبرشا ارزاق وبرشا ابواب انت باش تطرقهم وطرقتهم قبل، ونوعا ما لقيتهم مقفولين قدامك باذن الله. الفتره هذه باش تكون ياسر مواتيه، وحتى اللي عندهم فلوس عند عباد وما رجعوهاش زاده كيف كيف، الفتره هذه بقدره ربي فما استرجاع للاموال، حتى اموال نتاع ميراث ما نجموش نقولوا يعني عائله ولا حد من العائله كليلك حقك فيك الفلوس، لا ما تخبيه وعنده بريود توا الوقت مناسب انك انت باش ترجع حقك، وراك باش تكون مدعوم ماليا من تاريخ 4/2 الى تاريخ 26/2، بما انه عطارد في العذراء هذا باش يسهل لك برشا معاملاتك ومناقشاتك مع المحيطين بك، خاصه اللي يخدموا في المجال الاعلامي او البحوث العلميه او في الفن والتمثيل، فما نجاح وتالق كبير وفما شهره والابواب باش تفتح مصراعيها قدامك. رد بالك توعد انسان وانت مش متاكد من انك باش تنجم توفي الوعد نتاعك، على خاطر برج الدلو معظم مواليد برج الدلو مش ما يوفيوش صافي بالوعود، لكن ينجم ينسى من كثر المشاغل ومن كثر، دونك ينجم ينسى، دونك الطرف المقابل ينجم يتغشش، ينجم يكون هو زاد كيف كيف باني امال على الوعد اللي انت وعدتوا به، دونك رد بالك تنجم تقيد في النوت نتاعك معناها مش مشكله. عاطفيا يوم 12/2 يكتمل القمر
في برجك ويقترن مع زحل، مما يعني زيادة المسؤولية والضغط بسبب مطالب العائلة. ممكن باش تتشغل شوية بصحة الشريك أو أحد أفراد العائلة، نجم يكون بوك، أمك، خوك، صغيرك. أما الجانب الشخصي باش يكون أكثر هدوء وانسجام مع الشريك. أما العازبين واللي باش يدخلوا في علاقة حب الفترة هذه راهي باش تتطور، وربما سيتم اتخاذ قرار رسمي بالزواج. وممكن الشريك هذا ولا البارتنير الجديد باش يدخل في حياتك ينجم يكون كيف كيف ماهوش من نفس الأرض اللي أنت فيها، يعني أجنبي أو من حضارة أخرى، ثقافة أخرى، أو حتى من ديانة أخرى. وإن شاء الله ربي يوفقكم ونتعديو الختم مسك الختام. مسك الختام، والله ضيعت الكلام. الله غالب، شيء كان تحب تنسيه مثال برج تستنى تستنى تستنى. الله غالب، مش بالعاني راهو، سامحونا ديما ديما بكا. شو نعمل انا، هذه هي هذه ظروف المباشر. الله غالب، هذه مدام صفي وانا قاعدين. انت والحمد لله الاوفر حظا يا برج الحوت. الحمد لله، قدرة ربي ماليا، مهنيا، عاطفيا طول الفترة هذه. دونك حاول تستغل وجود الزهرة عندك من تاريخ 26/1 اللي هو ديجا دخل إلى تاريخ 20/2، فترة ذهبية بامتياز. وباللطف عليك، على خاطر الشمس موجودة في موقع كارثي، ولا وهو الدلو، وشمس الدلو تعرق لك، يعني تنجم تعمل برج الحوت شوية تعرقيل في أوضاع والتعب، وحتى في نفسيته وفي صحته. تعبك حتى مع الناس تخليك يعني تحس يسر بخيبة أمل. يعني ما تقصد عبد ما يقضي لك، شتعمل هذه مشيت ولا باش تجي الفتره؟ فسر لي، عاد نفهم روحي وين انا. احنا فيها يا صفاء، احنا فيها، لكن الزهره هاني قلت لك عاد متربعه، دونك هي اللي باش تنقذ الموقف. مالا كيفاه صاحبتي هذاك؟ اي، وصحتك زاده تنجم تحس بخمول، لكن الزهره باش تخفف عليك وتخلي العبيد اللي قاعدين يحطوا لك في العصا في العجله في صفك، وكلمتك باذن الله باش تكون مسموعه. يعني حتى اللي ما كانش يسمع في كلمتك باش تكون مسموعه، باش تكون عندك كاريزما، باش تكون عندك حضور، باش تدخل كيما نقولوا احنا لاي بلاصه ما شاء الله تلقى الاعناق كلها هكا شرابت ليك يا حوت. دونك انت باذن الله باش تكون الاوفر حظا الفتره هذه، وانت الملك نتاع الفتره هذه. دونك حاول انك تستغل كل دقيقه كل ثانيه في حاجات لفايدتك ولمصلحتك، والله ولي التوفيق. انت الكلام هذا زاد كيف كيف يا صفاء ينطبق زاده على الناس اللي طالعه نتاعهم حوت، يعني في ساعه الولاده نتاعهم الطالعه نتاعهم الحوت. والشهر هذا باش تهتم بالجوانب العمليه للعلاقات والاعمال المنزليه، يعني حياتك الشخصيه باش تكون مربوطه بامورك المهنيه. كذلك شهر باش يكون سخي ماليا، خصوصا انك باش تكون في الاوج نتاعك وباش تظهر صفاتك القياديه، خاطر الحوت معروف ما شاء الله بالقياديه وعنده الكاريزما وعنده معناه يحب يسير الامور، وهو بالحق معناها انسان ما شاء الله يعني قيادي بالفطره. دونك كي تعطيه انت الحوت اي 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 منصب ولا اي خدمه، حتى ولو كانت خدمه بسيطه، ما شاء الله باش تلقاها بالحق عند المسؤوليه ويقوم بها على اتم وجه. الا انه بعض من مواليد الحوت باش يتراسوا زاده كيف كيف اداره حاجه او يتمسكوا منصب، حظوظهم الاوفر في العمل الجماعي كيف كيف، يعني لازم تعمل ديما بارتاج مع العباد باش تنجم تقوي حظوظك في الخدمه وما تتمهمش وتكون مركز في كل شيء. مع دخول الشمس الى برج العذراء بيت الشراكات يوم 23، دونك حاول كما قلت لك تستغل كل دقيقه كل ثانيه انك انت تطور وتنمي من ذاتك، وانك انت تزرع عروقك في الخدمه نتاعك وتعلي المنصب نتاعك، وكلمتك باذن الله تكون مسموعه اكثر. عاطفيا العازبين فما امكانيه الوقوع في الحب من النظره الاولى اللي هي راهي غاغ، تنجم تصير مع وليد برج الحوت. الحوت راهو بالحق عقلاني عقلاني عقلاني، وحتى كي يختار شريك حياته يختاروا بعقلانية. غاب باش تسمع بالحق حد من برج الحوت اللي كوت فودغ يا أختي بالحق، وإن حتى المنتغاج اللي نعرفهم الكل لاقينهم ما شاء الله مليينة، خشمهم باللار تفركلنا معناها ما يغريهمش حتى شيء لا مال ولا جي. لا باللار الكريستال، لي مش وقت الكريستال. يمكن الشريك هذا يعني اللي باش تصير الكود فودغ معاه يكون في مكان العمل او اثناء اداء مهام رسميه او في بعض المؤسسات الطبيه اللي يشتغلوا يعني في الطب وفي الواحد. وباش تتطور العلاقه نتاعكم من علاقه هكا اعجاب العلاقه رسميه باذن الله. اما المتزوجين في الشهر هذا متقلب شويه، من جهه الزهره في برج السرطان حتى 11/2، ومن جهه اخرى عطارد في برج العذراء من 4/2 ل 26
اثنين، نجم يتسبب في توتر ما بينك انت والشريك، خصوصا انك تحب تركز في ادق التفاصيل زاد كيف كيف، خاطر الحوت كيف 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 بعض الابراج الاخرين اللي بالحق الديتاي نتاع الديتاي نتاع الديتاي نتاع الديتاي نتاع الديتاي، حتى العذراء زاد كيف كيف زاد ما شاء الله اليوم لا حدث ولا حرج بالحق، معناها يحب اللي يعرف الديتاي نتاع الديتاي نتاع الشريك اللي هو مشاركه في حياته ومعاه، دونك حاول انك تنقص شويه من التوتر من الحده نتاعك من الانفعاليه نتاعك يا حوت، خاطر الحوت معروف ياسر كالم ومحليه ويتكلم ويحب يناقش ويحب يحاور الشريك نتاعو، وبالحق معناها ما عندوش التكتم، ما عنده قمت العاصفه نتاع الحرب، ما عندوش التكتم والكل، دونك انه هو يقوم يا صفاء ويعمل مشكله راهي حاجه زاغ على الاخر. اي ما فما حاجه راهو صحيت ما يتحرك، دونك حاول انك تتفهم الشريك اللي قدامك، وان شاء الله ربي يوفقكم الناس الكل، وان شاء الله نكونوا ارضين لكم غروركم يا ربي، وان شاء الله يا ربي شهركم مبروك وسعيد، وشهر الحب بعد هذا 14 فيفري شهر الحب وشهر المحبين، وشهر ان شاء الله يا ربي بالصحه كما قلنا وبالسلام وبالتوفيق للناس الكل، نتقابلوا الشهر الجاي ان شاء الله. يعطيك الصحه معليش نقعد نتوحشوك احنا للشهر الجاي، دونك ماذا بيك تحب ترجع بحذنا الشهر الجاي تبدا بالحوت، ما عندك حتى حل اخر. مسيلش. اوكي مسيلش. اوكي نبداو بالحوت، نبداو بالحوت الشهر الجاي. وقال كلمتي مسموعه سمعتني، نقراو لي كومونتير، قال كلمتي مسموعه نقراو لي كومونتير نتاع الساده المشاهدين، كان الساده المشاهدين قالوا لي منال ترجع بالحوت الشهر الجاي، صدقوني برومي نرجع بالحوت، ترجع بالحوت نقلب المفاهيم الكل نتاع الابراج ونرجع بالحوت، الله يبارك. يلا مال الجمهور كلهم لي كومونتير على على البوبليكاسيون نتاع الابراج مع خبيره الابراج منال، يعطيك الصحه ميرسي بوكو للبريزونس نتاعك، انا نحبك تقعد معايا خاطر باش نهزك الكونكور ياسر مزيان وياسر حلو اللي هو الكونكور هذا بامضاء سوبر سيستا اي سوبر موس. كالعاده لازم كل يوم نحكيو لكم على سوبر موس اي سوبر سيستا، سوبر موس لا ميزون مير الدار الكبيره طبعا اللي بخبره 30 سنه اليوم في مجالها قدرت انها تكون وتخرج لكم جريه رقم واحد في تونس، ديما نقولها كلام ارقام هوش كلام هكاك كلام جاي من عبث او من خيال، على خاطر اليوم غراس سيرتيفيكاسيون اللي هما عندهم لي سيرتيفيكا اللي هما ما يتعطاوش لاي حد، فما دي سيرتيفيكا موجودين كان عندهم ينفردوا بهم في تونس، هما اللي خليوهم اليوم رقم واحد سور لو مارشي اي لو تيريتوار تونيزيان، ميم اليوم الشريه هذه هي تنافس وبشراسه اعرق الشركات الاوروبيه والعالميه، كي نقولوا طبعا سوبر موس اي سوبر سيستا ما نجمو نحكيو كان على اون مارك بريميوم في الليتري في الجريري، دونك باش تكون مرتاح ونومتك مزيانه دونك معليك كان بجريري سوبر سيستا. اليوم باش نحكي لكم براتيكمون على جريه جديده هي معانا اللي حاضره في شهر الحب هذايا، هي شهر هي جريه التوندريس بلوس اللي هي دو اوت اوت جام دي ماتلا اون تونيزي، يعني الماركه هذايا او الكاتيجوري هذايا نتاع جريري نحكيو على اون اوت جام كي نحكيو في لي كاركتيرستيك نتاعها اون جينيرال، دونك تلقاوهم جريري توندريس بلوس هذوما موجودين في اكبر لي زوتيل في تونس، دونك نحكيو على دي زوتيل دو 5 ايطوال دو لوكس تلقاو فيهم جريري اللي هما توندريس بلوس من عند بيان سور سوبر اي سيستا، نحكيو على كونفور ونحكيو على ان برودوي دو لوكس، دونك سيتون ماتلا لوكسيوز يعني تحس فيها راحه سبيسيال، انا حكيت لكم عليها المره اللي فاتت قلت لكم راني جربت لهنا في البلاتو على جوست الماتلا صغيره هذه اللي هي توندريس بلوس، يعني تحسها سوبل ال برون لا فورم كما هو قال سي علول المره اللي فاتت، فيها ميموار نتاع ميموار دو فورم، دونك تبدا ممدود على الماتلا هذيك اللي احنا براتيكمون نعديو لانتيير نتاع حياتنا واحنا راقدين، دونك او موا تعديها وانت راقد على حاجه سين على حاجه تفيدك وتفيد صحتك اي سورتو ظهرك. واليوم باش نعاود نذكركم بالكونكور يا منال، قلت لي انت اول ما دخلت الجريه قلت لي شنو هي هذه؟ قلت لك راك منال باش تسالني كيف باش نجيبك شكون اللي يعطيني الجريه؟ انا نقول لك لا ما نعطيش الجريه. عدي كونكور كيف كيف العباد صحيح وان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله ربي ينجحك في الكونكور. ان شاء الله كيفاش تشارك في الكونكور وين موجود الكونكور هذايا؟ عندنا دو كونكور مش جريه واحده، عندنا زوج جريري على حسب ما سمعت فما جريه سيغ ميزور كيما انت هما زوج سيغ ميزور زوج دو كونكور عندنا الكونكور نتاع الشهر عليه جو حفلات الشهر هذا يبدي جو دليله مع سوبر سيستا شارك ان شاء الله اجا شارك شاركوا سيغتو برج الحوت صدقوني باش تربحوا شاركوا باش تربحوا
برج الحوت الناس الكل تشارك. تربحوا الناس الكل باش تربحوا. كيفاش يربحوا؟ شنو هي الجريه وعلاش عاملين الكونكور؟ عندنا كل شهر علاش وكيفاش ووقتاش وفين وكل شيء. نحكي لك التفاصيل الكل. كل شهر عندنا جو كونكور باش تربحوا ماتلا سور ميزور اللي هي الشهر هذايا عندنا هي الماتلا غولاكس بلوس اللي هي جريه رقم واحد بيان سور وكلهم في تونس. اما جريه مريحه ومريحه للغايه فيها فيها دي كاركتيرستيك ياسر باهيين للظهر مريحين للظهر كما قلت انت قبيله تيخو الفورمه نتاع البدن بكل عبد مش باش يتقلق. هذيك الثانيه تنقول لك وقت الشرب ومن بعد تحكي لنا على المخادد عاده المخده نتاعهم زاده يقول حاجه لوكس حاجه لوكس. دونك نكمل لكم الكونكور هذيا تلقاوه في بوبليكاسيون ايبانغلي على الباج سوبر موس. تدخل للبوبليكاسيون هذيك تلقى لي كونديسيون دو بارتيسيباسيون كيفاش باش تشارك وتركزوا لي مع الهاشتاج اللي هو جريه رقم واحد في تونس. ركزوا كيفاش تكتبوها، تكتبوها بصحيح تدخلوا الكونكور، تكتبوها بالغلط ما تدخلوش في الكونكور باش تربحوا كما قلنا الجريه اللي هي غولاكس بلوس اللي هي سور ميزور ليك انت، انت تختار الميزور اللي حاجتك بيهم معاهم زوز مخادة طبعا من الفيبر اللي هما حاجه بريميوم ما عند سوبر سيستا. على قد ما تشارك اكثر تعمل اكثر من الكومنتير على قد ما الفرصتك فربح باش تكون اكبر. هذه هي الكونكور الاول كونكور الشهر، اما عندنا الكونكور الثاني اللي هو نتاع سان فالونتان عيد الحب. عيد الحب وديما سوبر سيستا تحب عيد المحبين وتخمم فيكم وتحب على راحتكم سورتو. دونك عطاتكم اوبورتونيتي اخرى كونكور ثاني وي كونكور ثاني باش تربح ماتلا اخرى واللي هي تندريس بلوس اللي انا كنت نحكي عليها اللي هي دو اوت جام لا ماتلا نيميرو 1 في تونس دو اوت جام اللي هي تنجم تربحها كي تدخل الكونكور هذا اللي هو كونكور لو سان فالونتان. دونك تدخل تلقى الببليكاسيون هذه ماهيش بانجلي مي تدخلوا تلوجوا على التصويره اللي معايا تو سور اكران يعطيني في الاخراج تصويره سور اكران باش تلقاوها. دونك تدخلوا تكتبوا عليها لي كونديسيون دو بارتيسيباسيون تقراوا لي كونديسيون تعملوهم كيما قالوا لكم بالتفصيل وما تنساوش الهاشتاج اجريه رقم واحد في تونس. على قد ما انت تعمل دي كومنتير على قد ما فرصتك في ربح والا كيفاش تشارك بارتاجي هي التصوير اكسيتيرا قد ما فرصتك في ربح اكيد باش تكون اكبر واوفر. وديما سوبر سيستا فرحه بيكم ديما قاعده تحاول تقدم لكم في افضل الخدمات من ليفريزون من لي بوان فونت من غيره من كاليتي ومن غارانتي لا توندريس. نحكيو على غارانتي 11 سنه اكثر جريه في تونس عندها عمر غارانتي طبعا بامضاء سوبر سيستا والدار الكبيره سوبر موس. نعطي الكلمه ديريكتومون انا للشيف تحيلي باش تشارك في الكونكور. شيف انا ما نجمش نشارك في الكونكور على خاطر جو في بارتي دو بيرسونيل. والله قالتها يا شيخ نو بابا ما عندناش الحق نشاركوا في الكونكور. ما عندناش الحق نشاركوا في الكونكور او نجمو نشريو راه باش ما تكونش فيها حيله. اما نجمو نشريو بالفاسيليتي حط في جنابك واشري هكا اللي يحب اللو يا شيخ. انت تنجم ترقد على جريه مش خالصه مستحيل تقعد كل ليله تقول غدوه نجبد دينار منا ودوك صحيح على فكره خلص الجريه وارقد. اي شيف فتحيه برج السرطان هكا ولا لا؟ وبرج السرطان من اكثر العباد اللي ما يحبوش يكون عندهم ديون متراكمه هكا هو شيف صدقني. عندك برج السرطان وبرج العقرب هذوما في الابراج حتى الحوت ما يحبوش الديون بالحق. برج السرطان من اكثر الابراج اللي ما يحب ريد حتى 20 ملي حتى 20 مليم عند شكون؟ مخلص 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 يلا مخلص. يا شيف رد بالك تو باش نبدا نخلط الفينونسي نسكت عسكي والركس عسكي باش باش نخلط نسكت العادة والعويد والله لا يقطع لنا عادة والريحة البنينة والفويحة ما شاء الله. الخلطة سهلة فيها كان مقادير معناها المقادير هما اللي تقيدوهم هوني نعطيهم ديجا هكايا قبل ما نخلط أربعة أبيض عظم. ديما نقول لكم أنا كي تستعملوا العظم كي تستعملوا في بيسكوي الأصفر بركة ديما الأبيض تاع العظم خبيوه استحضوا عليه ما تلوحوش حطوه في حكة يقعد في الفريجيدير يقعد حتى الجمعتين ثلاثة في الفريجيدير ما يصير له حتى شيء وإلا في دابوزة بلار. إذا كان باش تخليوه أكثر من جمعتين وإلا ثلاثة تصبوه في حكة نظيفة تحطوه في كونجيلاتور وقت اللي حاجكم به تجبدوه من الكونجيلاتور يرجع أبيض عظم كما هو. الوغ يلزمنا أربعة أبيض عظم هوني عندنا 150 غرام سكر محور عندنا 60 غرام فرينة عادية عندنا ثلاثة باكويت سكر فاني سمختشيف عندنا هوني 100 غرام لوز وعندنا 70 غرام بات متاع بيستاش وقرصة صغيرة ملح و150 غرام زبدة نذوبوها ومن بعد
بعد نذوبوها نخليوها ترجع اتمبيراتور امبيونت، معناها ما يلزمش تكون سخونه تغلي باش نخدموا بها. الوغ 4 ابيض عظم، 150 غرام سكر محور، 60 غرام فارينة، 100 غرام لوز مرحي، 70 غرام بات نتاع بيستاش والا بات اي حاجه، معناها انتم شنو باش تعملوه. اذا كان باش تعملوه اللوز صافي تعوضوا البات نتاع البيستاش باللوز، ما يقلقش. قرصه صغيره ملح، 3 بكوات سكر فاني سمارتشيف، و 150 غرام زبده مذوبه وترجع اتمبيراتور امبيونت. الوغ نطفي الزبده ديجا خاطرها مذوبه. اول حاجه هو السكر فاني سمارتشيف، نحطه في وسط الشقالة متاعي، نصب عليه الابيض متاع العظم. راهو الفينانسيي ما يزموش لا ركضان لا حتى شيء، راهو من القطويت اللي خفيف وسهل خدمانه وماهوش متكلف ويطيح برشا. نحط قرصة الملح ديجا مع هذايا، نخلط مليح مليح السكر مع الابيض متاع العظم، مش ركضان، راهو ديما ناكد اللي هو ماهوش ركضان، تخليط باش يتحل للسكر اكاهو. نجي هنايا نحط الفرينه، نحط اللوز، هذا الكل نحطه كيما تشوفوا فيه طريقه سهله وبسيطه. نخلط باقي بالفوي، بنفس الفوي يتخلط هذايا مع بعضه بالقدا بالقدا، يولي بات. تشوفوا لي باقي مانيش نركض، باقي نخلط بطريقه سهله وبسيطه، ما نخليش فيه كعابر. المهم ما يلزمش يتكعبر عكس الكعابر اللي عملناهم قبيليكا، هوني ما نكعبروش. هوني خلطوها مليح مليح، تشوفوا الخلطه نتاعنا متناسقه. نجي ونحط هنايا البات تاع البيستاش. انا اليوم اخترت نعمل الفينانسيي نتاعنا بالبيستاش، وهو بيستاش بنين برشا. هذايا بنيا غلان لا غروند ايبيسري عندها المكونات هذوما، كل سوا البات بيستاش والا اللوز اللي نخدم به والا لي توت سورت دو بات، بنين ياسر معمولين دون لي نورم، معناها لي نورم نتاع خدمين لي بات، ماهمش ما فيهمش منكهات، ما فيهمش حاجات زايده على فاكيه معرجه شويه. فما المقليه بالكدا كيما البوفريوه والكاكاو والجلجلان، وفما اللي يسخنوهم معناها يعرجوهم يطيبوهم شويه باش يعطيو النكهه نتاع البات نتاعهم كيما البيستاش والنوات كاجو، هذوما الكل حاجات ما يلزمش يتقلاو ياسر، يلزم يقعد النكهه نتاعهم في الخليط. نجي هنايا ناخذ الزبده اللي ذوبتها وخليتها رجعت اتمبيراتور امبيونت. علاش الزبده لازم ترجع اتمبيراتور امبيونت؟ باش ما طيبليش الابيض نتاع العظم، خاطر كي نحطها سخونه ياسر الابيض نتاع العظم يطيب. الوغ نجي هنايا ونخلط مليح مليح حتى لين تولي اك الزبده تولي متناسقه مع الخليط نتاعنا. عندي هنايا مول اون سيليكون نتاع لي ميني فينانسيي، فما اللي يحب فينانسيي كبير، فما اللي يحب فينانسيي مدور، فما اللي يحب ايا كان اعمل فينانسيي ايا كان، المهم فينانسيي مدور طويل قصير ما قال عنديش مشكل، المهم فينانسيي. يا صافي نعرفك تحبهم لي فينانسيي، نعرفك انت من محبين المعجبين. قداش عندي نقول لك عليه الفينانسيي؟ وانا قداش مرة عملته يا صافي؟ انا غالب وين عندي فينانسيي تقول لي قداش مرة؟ الوغ هنايا خلطناها مليح مليح، تشوفوها العجينة كيفاش مزيانة متناسقة، معناها ما فيهاش حتى أدنى قلق. نجي هوني ناخو المغرفة، نعبي شطر المغرفة ونصبها في وسط القالب متاعنا. هذايا كوشتي سخونة 180 درجة، نرميهم في الكوشة حتى لين يوليو دوغي بالقدا. نفرغ المول، إذا كان ما عنديش دو مول ولا تخوا مول نفرغ المول ونعاود فيه، والعجينة تنجم تقعد، معناها إذا كان باش تعملوا بزيد تخلطوا خلطة كبيرة، إذا كان عندكم باش تهديوا ولا عندكم ديزانفيتي ولا حاجة تنجموا راهو تطيبوا وتعاودوا العجينة، تنجم تقعد تصبر ما يصير لها حتى شيء، تغطيوها لطون اللي طابت الخليط متاعنا اللي في الكوشة، نفرغوا ونعاودوا نفس الحكاية وإحنا نكملوهم على الآخر. الوغ أنا هذايا نكمل نعبيهم، كوشتي تسخن ديجا،
نحطهم يتيبوا ومن بعد نرجعوا مع بعضنا نشوفوا السلطه كيفاش باش تكون نتاعنا اللي هي شنو هي سلطتنا اليوم صافي. هي سلطة سفنيريا كافيار كافيار اي كافيار دو كاروت اي هكا هذيك هي كافيار دو كاروت حاجه بنينه وجديده ومتاكده اللي هي باش تعجبكم برشا خاطر احنا ديما نعملوا كافيار دو بيرجين نعملوا فما برشا انواع نتاع لي كافيار تو كل مره نعملوا نوع نتاع كافيار من الحاجات هذوما راهم ميزابار اللي ماهمش متكلفين اما صحيين برشا خاطر فيهم الجلجلان الطحينه اللي هي حاجه متميزه للاخر لينا احنا الكالسيوم اللي فيها والحاجات اللي بيان فيه نتاع الجلجلان حاجه فريمون من احسن ما عملت الطبيعه ومن احسن ما خلق ربي. الوغ نكمل هذوما ومن بعد نرجعوا مع بعضنا. ميرسي بوكو يا شيف اكيد باش نرجع لك بعديك شويه مانيش مطول عليك اما خلينا نتعداو ديريكتومون نكتشفوا بعضنا زعما اش عندهم جديد ليبرتي فواياج. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كل احباب ليبرتا وين ما كنتم اللي يقول العمره يقول ليبرتا فواياج بالتاكيد وايضا حجوزات فنادق سفر الى كل بلدان العالم اما اللي يقول ليبرتا يقول الثقه والضمان يقول الامان يقول الصدق في القول والاخلاص في العمل ديما تشكروا فينا ديما توصلنا الحقيقه ارائكم وفرحتنا ما تتوصفش كيف تروحوا وترجعوا خاصه من العمره نعرفوا اللي خدمات العمره خدمات دقيقه جدا فيها تحرص ليبرتا فواياج على كل التفاصيل وادق التفاصيل مرورا بالمطار والوصولا الى البقاع المقدسه وانطلاقا من كل مكاتب ليبرتا في تونس. اذا كما قلنا ديما تشكرونا شنو رايكم خلينا نسمع ونشوفوا مع بعضنا الشهاده الحيه هذه. اش رايك بالعمره اللي عملتها اليوم؟ أقسمت برب العز هاني أول مرة نعتمر بالحق بالحق الله يباركك والله يسترك وردوفان خدمة مميزة خدمة بالواقع بالواقع شيء تنظيم كالقول وكالحديث وكال شيء يقشعر له البدن الحق ومشينا في ظروف طيبة والناس كلها متفرهد وروحنا كأننا ما نعرفش مشينا للجنة وروحنا يعني هذايا تعبيري أنا الخاص وننصح كل واحد والله يعني في بيت الله يلي يتكلم على عمره ننصحه بليبرت على المرافقين خاطر انت شفت المرافقين ربي يبارككم في صحتكم يبارككم في حياتكم في كل شيء بور دوبا بربي محليها ربي يحفظها وربي ان شاء الله يكتب لها العودات الحاجه ولكل ضيوفنا. هذا ياكد حاجه الشهاده هذيا للحاجه اللي قالت وشكرت ليبرتا هي في برنامج رفاه جيم. هذا ما ياكد انه معناها برنامج رفاه جيم هو اقل برنامج ليكونوميك معناها الاقتصادي. هذا ياكد حاجه مهمه برشا تسعى لها وتحرص عليها ليبرتا فواياج انه لا فرق عين عنا معناها في البرامج بالعكس البرامج كلها قريبة لبعضها وهذه هو الفرق وهذه هو التميز اللي حكيت عليه الحاجة أنه تقدم ليبرتا فواياج الخدمات الأفضل الفنادق الأفضل لأنه في الحقيقة عند ليبرتا فواياج وعنا مش الفنادق هو الخدمات مش كان التفاصيل هي أو جو بعض الجزئيات أو اختلاف معناها تحديد الأسعار لا اللي يميز ليبرتا فواياج سكت عملت السكته هذيك اللي باش نقولها من قلبي انه معتمرينا في ممعنينا بالحق كلهم على انطلاق معناها بدون تفاضل او بدون حتى فرق في ثلاث برامج اللي عندنا راهم معتمرينا في عينينا بالحق كما قاعدين تشاهدوا كما قالت الحاجه انه فما حرص فما ليبرتا فواياج تقف كما قلت لكم على كل الجزئيات انطلاقا من المكاتب للمطار معاك الوصول للفنادق كل مناسك العمره وبكل كل تفاصيلها وتحتوي المعتمر والمعتمره بكل تفاصيل وجزئيات العمره لا تخليك حاير لا تخليك تسال على حتى شيء دايوغ توصلني انا شخصيا بعض الاسئله كما مثلا دخول الروضه الشريفه
نقولوا ما تخموا في حتى شيء. أيضا بعض الأسئلة اللي توصلنا حول طبعا الموضوع البسمة والفيزا جديدة في التأشيرة، أنه بالبسمة الإلكترونية هذه نأكد لكم أنه أولاد ليبرتال الكل اللي موجودين في المكاتب الكل ساعيين على راحتكم والخدمتكم بأحسن الطرق وأحسن وأفضل الخدمات، يعاونوكم عليها من البسمة للحجز لكل شيء. الأسئلة نعرفوا ساعات معتمرين باش يمشي متشوق العمرة الأولى ما يعرفش بعض التفاصيل، تهنيه وتمينه وللي باش يهديه وزاد عمرة الوالديهم والبوهم الأم نقولوا أجمل هدية الأجمل وأحسن ناس في الدنيا. دونك ما تكون كان بين أيدي أمينة مع ليبرتا فياج، ما تخممش. إذا ديما قد ما نحكي على ليبرتا فواياج نحكي عليها بقلبي بالصدق، اللي هو يميز ليبرتا فواياج عن بقية الموفرين والمزودين لخدمات العمرة. هذا ما يجعل ليبرتا فواياج الأولى والأفضل، وماهوش يعني صدفة بل هو نتاج سنوات من الخبرة في ميدان ومجال تنظيم العمرة. إذا قبل ما نكمل لقائي بكم لليوم، نحب نذكركم بالعمرات المتبقية لأواخر شهر فيفري، أيضا عمرات شهر مارس بما فيها العطلة، وطبعا بعدها تجي عمرة رمضان الكريم 2023. ما تفوتوش الفرصة، كانك مشتاق ما تخمم في حتى شيء مع ليبرتا فواياج، بإذن الله تسهل عليك المأمورية وتسهل عليك هالحلمة هذية. ما عليك كان تحلم ليبرتا فواياج تحقق لك حلمتك بإذن الله. إذا تتوجه الأقرب مكتب ليك من مكاتب ليبرتا فواياج، أو تتصل حتى بالتليفون وتحجز عمرتك من الآن، وكيكا تضمن عمرتك بإذن الله. إذا كان هذا لقائي بكم، عفيفة بوكيل جويد نحييكم وقلكم في أمان الله. دونك هذا هو جديد ليبرتا فواياج للناس المشتاقة والراغبة في أداء مناسك العمرة. ليبرتا فواياج تعلمكم أنه أبواب التسجيل مفتوحة من الآن، دونك ما عليكم كان تتصلوا أو تتواصلوا أو تمشيوا الأقرب مكتب موجود بحذاكم، أو تتصلوا بهم على الهاتف لمكاتبهم وفروعهم اللي موجودين طبعا في تونس الكبرى، وإلى موجودين في صفاقس وفرع سليانة، فرع نابل الحمامات، وفرع حمام لنف، وإن شاء الله عن قريب فرع جديد باش يفتتحوه ليبرتا فواياج. وبشرى لكل اهالي زغوان، ان شاء الله مبروك عليكم النقطه هذه، على خاطر ليبرتا كل مره تحاول تقرب لكم بهالمناسبه الفضيله هذه. هي راهي عمره شهر سيدي رمضان الفضيل، دونك للناس اللي تحب تمشي تعتمر في عمره سيدي رمضان، ما عليهم كان يتواصلوا معاهم يتصلوا بهم او يتوجلوا لهم على عين المكان طبعا لحجز مقاعدهم من الان. ان شاء الله عمره مقبوله لكل المتشوقين واللي ماشيين، يا ربي ان شاء الله عمره ميمونه ليهم الناس الكل. وانا باش نمشي ديريكتومون بحدا الشيف فتحيه للكوجينه، عندها الكافيار دو كاروت، خليني نمشي نفهمها شنو هي الكافيار دو كاروت هذه. يا لو شيف الو، مرحبا يا صافي. الو، انا هنية صمت السفناريه، نجموا تفوروها ولا تطيبوها على التوفي ولا كيما تحبوا انتم. مفوره مصموطه، مفوره مصموطه كيما تحب. مفوره ولا مصموطه؟ انا صمتها. صمتها علاش صمتها؟ خاطر حتى كان لمت لي شويه ما تقلقنيش، ما يقلقش. على خاطر علاش؟ خاطر الجلجلان اللي هو جلجلان ابيض مرحي اللي هو الطحينه، الطحينه وقت تدخل اون كونتاكت مع الماء تولي بات تيبس. صحيح، هذاك علاش انا ما يقلقنيش بالكل اذا كان تبدا معناها السفناريه فيها شويه ماء. بالعكس هي باش تساعدني على حلين الطحينه. هنا نجي نبدا نحط ونقيس الطحينه، ما نحطش من الاول كونتيتي كبيره. الوغ عيني ميزاني، عيني ميزاني صحيح، ندوزي بشويه بشويه. فوالا نحط شويه ملح بالطبيعه، فما اللي يحط فيها الكمون هذاك يقعد اختيار. نحط جود سيترون. أي كيف كيف نقيس بالطرف بالطرف، نقيس بالطرف بالطرف. أميجوت نخلط فوالا باش نزيدها طحينه، على خاطر شويه هذيك هي تحب تقبل. الطحينه هذه موجوده عند بنيا غلين، عند بنيا غلين من اكيد منه، خاطر عنده توسكي بات الطحينه من الحاجات اللي موجوده. هي الباز نتاع الشاميه شيف، هي الباز نتاع الشاميه صحيح. هذا هو فما الجلجلان الاحمر المرحي اللي هو بات سيزام. اي
لكن فما الطحينة اللي هي الجلجلان الابيض. داكوغ. هذاك علاش هي البات نتاع الطحينة ما تجي الا بالجلجلان الابيض، يتسخن يتحمر شوية. اخوانا المشارقة ياسر ياسر ياكلوا بها، ياسر ياكلوا بها. الوغ هذه هي نخلطها مليح مليح. تزيد تعمل حخرة ولا خفص في الريح حلوة؟ نعم وقت بعد لنذوق. نذوقوا. ما نجمش نحط الملح قبل ما نذوق. شكون باش يذوق؟ معناتها شكون يذوق؟ أنا عندي ذواق ومركز شكون باش يذوق. نذوق لك تشيشة؟ ذوق تشيشة. نو نو سافا. ريت هذاك علاش عمري ما نزيد الملح قبل الذواقة. وريت ما بتحمر بنها. ما بنها. هذيك هي. هي لا. هذيك الكافيار نتاع الكافوت مقعد الا باش نزيدوها نكته زيت زيتونه على وجه من عند بني غلين. هذا مغيرفه زيت زيتونه تتحط على اكسترا بيير بيان سور من عند بني غلين اللي هو لا غروند ايبيسري اللي هو اللوغو نتاعهم اصفر الموجودين براتيكمون موجودين في حي النصر موجودين في العوينه في الم... في كيف كيف حي الواحات موجودين في السنتر فيل في نهج مصفى مبارك و نهج اسبانيا وفي النصر واحد في النصر واحد دونك تنجموا تمشيو لا كافيرن دالي بابا تلقاو فيها كل ما تحبوا تشتهيو يعني الماتيغ بروميير تلقاو المنتوجات براتيكمون اللي احنا نخدموا بهم زاد كيف كيف الكوجينه كولي هذا من الاكيد تلقاو الاذن الصاغيه للكليونات الكل كان فما اي حاجه هما يسوا ليكوت تاع الناس ملي احنا نخرجوا فاصل نحضروا في ولادنا في عقلنا ونزينوا اكيد فاصل قصير راجعين لكم بعد شويه للفينيش والديجستاسيون علاش ليه؟ التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة وتن البدر حذرناه سلة سلة محذر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميجا 3 تن البدر صحة ونكهة وبنة عرفت توسر تن البدر وهل يخفى القمر وردة سرنا المحبة حارة اوبا ده جامدة يا عم نايس ممتازة بنينة رائعة حلوة بس حارة والله بس عادها قوية طبعا ميسي يا لب عسل ونيسيا الله حارة حارة تحب تزيد زيد هذه تفيد حتى على شان الجو نفس النوع بس تقدمه ثانك يو خبرتنا في الميدان تخلينا نكونوا متميزين برشا شوا وبرشا موديلات تستنى فيكم الإبداع شعارنا والإتقان مهمتنا
وكيب مختصة على ذمتكم. وهديتنا لكم اشري سنة وخلص العام الجاي. برجاوي غيدو بيطار. مؤسسة تونسية مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمخابز والمطابخ بأسوان معقولة وفي المتناول. سير تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معاكم خبراته كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمه. زيدا سير وفرت لكم كل ما تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمة في دياركم. باش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا الشوروم متاعنا في المنزه واحد وإلا الحمامات. وإلا تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سير أو عبر الهاتف 72 317 616. بيسخي بين إغلال زارتنا البرد. Thank you.